فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. أحسن الله إليكم. قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. قال: نعم. هذا الذي نعم هذا هو كما ذكرنا من أن التشدد يفضي إلى محاذير، منها ما ذكرنا من أن صاحبه ينقطع عن العمل ولا يستمر، ومنها أنه يتسلط عليه الشيطان إذا فارق جماعة المسلمين وانعزل عنهم في الديارات والصوامع وما أشبهها. وكذلك الذين من هذه الأمة يعتزلون المسلمين والعلماء ويلجؤون إلى الكهوف وإلى المواقع السرية لأجل أن يبث شياطين الإنس والجن سمومهم في أدمغتهم. فالانعزال عن جماعة المسلمين كله محاذير وكله شر، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الجماعة، ولهذا الإسلام حث لنا الاجتماعات في العبادات، الصلوات الخمس في المساجد، الجمعة وهي أكبر من الاجتماعات للصلوات الخمس، العيد وهو أكبر وأكبر، الحج وهو أكبر الاجتماعات الإسلامية. فديننا دين الاجتماع وليس دين التفرق والتشتت، فهذا من مفاسد التشدد. ومن مفاسده أيضا ما ذكره الشيخ هنا، أن من شدد شدد الله عليه عقوبة له، من شدد شدد الله عليه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، سددوا وقاربوا. فالمسلم يعتدل، لا يشدد ولا يتساهل حتى يستمر على العمل الصحيح. ومما شدد الله به على اليهود ما ذكره الله في سورة البقرة، لما أمرهم الله أن يذبحوا بقرة لو بادروا وذبحوا أي بقرة أجزأت، لكنهم صاروا يسألون ما هي، ما لونها، ما إلى آخره، حتى شدد الله عليهم وحتى ضاقت عليهم البقر. إن البقرة تشابه علينا. لماذا تشابه عليهم؟ لأنهم شددوا على أنفسهم، وفي النهاية ذبحوها وما كادوا يفعلون بسبب تشددهم. فمن شدد شدد الله عليه.